كما عبرت الحكومة اليمنية عن أسفها لعدم نجاح جهود المبعوث الأممي في إقناع جماعة الحوثي باختيار سبيل السلام بدلا من الحرب ورفضها تمديد وتوسيع الهدنة بعد انتهائها مساء الأحد. وقالت الحكومة في بيان لها أن الهدنة التي بدأت قبل 6 أشهر جلبت منافع عدة لقطاع واسع من اليمنيين رغم التعنت الحوثي المتواصل ورفضهم للهدنة. واتهم البيان جماعة الحوثي بأنها عمدت إلى التهرب من استحقاقات الهدنة بافتعال التعقيدات المتتالية لإفشالها. ودعا البيان مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى التعامل الجاد والمسؤول مع الجماعة المسلحة في ظل تهديداتها الجدية الأخيرة والحث على إدراجها على قائمة الإرهاب وفرض عقوبات على قادتها لدفعها إلى التخلي عن خيار الحرب والانخراط في جهود السلام دون شروط. إلى ذلك فند مصدر حكومي مسؤول للمغالطات التي أوردتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بشأن الهدنة وبنودها الذي يعكس تهربها الدائم من استحقاقات السلام.